حياكم الله بالخير وحياكم الله. صلوا على النبي، اللهم صلي وسلم عليه. قبل 3 أسابيع صورت ستائر الرول بجميع أنواعها، البلاك أوست وكامل الأنواع وبأقل الأسعار، وجدتني استفسارات كثيرة جدا. ماجد، نبغى الأقمشة، ستائر الأقمشة الآن إن شاء الله. السنابات الجاية بصور لك الأسعار والتفاصيل، أيضا برفعها على التليجرام وباقي المنصات. طبعا هذا النوع من الستائر الأقمشة اسمها جي كار، سعره المتر 10 ريال شامل الضريبة. النوع هذا أيضا جي كار، جيك بالأشكال هذه، وفيه منها تدرجات ألوان كثيرة جدا، أيضا المتر 10 ريال شامل الضريبة. أيضا القسم هذا والقسم هذا كله ستائر مخمل، طبعا فيه تدرجات ألوان كثير، طبعا متر 10 ريال هنا أو هنا، وكل شيء هنا أحد سعر 10 ريال المتر، في 8 ريال وفيها أيضا 5 ريال. أبصور لك الأقمشة اللي هنا وبنزل لك كرت المحل وبشوف المحلات الثانية. الأنواع اللي هنا، هذا مخمل مقلم، طيب، وهذا المخمل يعني هذا كيف حركة، مو سادة بس شبيه السادة، هذا كله ب10 ريال المتر، ب10 ريال. طبعا في تدرجات ألوان واجد ولا لا؟ والله هذول الموجود، هذا الموجود. طيب اللي هنا، هذا خيش حلو، في مبطن بالبطانة، تمام، وفي بدون بطانة، حلو، متر 10 ريال، متر 10 ريال نفسه، هذا نفسه مبطن، نعم نعم نعم، حلو. واللي هنا هذا مربع، هذا معينات، هذا مربعات، حلو، هذا سادة كله برضو مبطن وب10 ريال. اللي هنا، من هنا لين آخر المحل، هذا المخمل الحرير جالكسي، حلو، تمام، هذا الجالكسي كمان ب10 ريال من هنا للأخير، كل الألوان موجودة والكميات متوفرة كاملة إن شاء الله، كل الألوان. جميل جدا، الأسعار شاملة الضريبة، شاملة الضريبة 10 ريال. عندك آخر المحل فيه بلاك أوت، مخمل عادي، ها هذا هو، هذا العادي، نعم، هذا مخمل عادي مو حرير، هذا يصلح هذاك للحرير للستائر، تمام، هذا يصلح للكنب، يصلح للمجلس، تمام، هذا نفس السعر برضو، حلو. هذا مخمل عادي، اللي هذا هنا معلش مشجر، لا لا، اللي هنا، اللي هنا هذا بلاك اوت، هذا اللي يحجب النور تماما، صحيح، يحجب الرؤيه، في كل الالوان متوفره، وصيني نوع اول وب10 ريال شامل الضريبه كامل، هذا كله بلاك اوت. هذا اللي بعده نجي على جلد، جلد زاد مبطن، هذا جلد مبطن، ايوه، هذا حق سفره الطاوله، طاوله الطعام، حق يعني مو بستائر بس، حتى لا لا لا، طاولات الطعام، ايوه، هو حتى الطاولات، في زاد بلا بطانه نفس الكلام، حلو، تمام، والمي مترهن هنا ب10 ريال، ب10 ريال كله ب10 ريال. هذا القسم تصور منه، عندنا 3 مقاسات كلها بلاك اوت، كلها بلاك اوت، تحجب النور تماما، تمام، في الارتفاع موحد 2 متر، العرض في 1.5 متر، في 2 متر، في 2.5 متر. طيب اعطني اسعاركم، الاسعار المتر ونص، 2 متر حقه 60 ريال، 2 متر في 2 متر حقه 70، 2.5 متر في 2 متر حقها 100 ريال، 2.5 متر ما تجي غير سادة، شوفها، طيب. هذه هي اللي هنا، اللي هنا ما تجي غير سادة، هذه 2.5 متر عرض، 2 متر ارتفاع، 2 متر تجي مشكلة، في سادة وفي مشجرة وفي معرقة وفي حقات أطفال، شوف هذا كله 2 متر في 2 متر، وال1.5 متر هذا هو 60 ريال، 1.5 متر عرض، 2 متر ارتفاع، والستائر نوع أول كمان، وسعرها ممتاز، عليه عرضها مو سعر أصلي، 60 70 100، كلها عليها عرض، وموجود كل الألوان إن شاء الله متوفرة، وفي السادة وفي الجاكار، مضبوط، هذا الجاكار المتر ب10 ريال، حلو، هذه صورناها لك، سأبغى أسعار التفصيل عندكم كيف؟ أسعار التفصيل حسب القماش، عندك مثلا ستارة 2 متر عرض، 2.5 متر ارتفاع، تمام، تأخذ لها 8 متر قماش مثلا، حلو، 4 متر شيفون، يعني تكلف 50 ريال، 50 ريال التفصيل، إيه؟ إيه؟ التفصيل من غير القماش، ولا يا سلام، يا سلام، وعندك كل ما كبرت ستارة كبر حجمها، أخذت كمية قماش أكثر، أخذ الخيار أكثر، يعني أخذ القماش من عندك بعشر ريال المتر، إيه؟ والشيفون بالنسبة للتفصيل 50 ريال إلى 60 ريال، 60 للـ100 للـ150 على حسب الستارة، إيه، ستارة كبيرة، الله يعافيك، هذا أجار الخيار، عطني كرتك ومجال، أبشر أبشر، يا هلا وسهلا. هذا اسم المحل اللي صورته قبل شوي، اكتب في جوجل ماب شارع الظهيرة البيع ستائر ويطلع لك مباشرة، وفي عدة محلات الشارع من أولها لآخرة كله مختص
في الستائر. وهذا احد المحلات المتخصص في التفصيل فقط، تفصيل ستائر، تفصيل ستائر فقط باشكال جدا مميزه للامانه. عجبني المحل هذا من ناحيه التصاميم اللي عنده. نشوف الشكل هذا جميل جدا على الديكور، ايضا الشكل هذا جدا جدا صراحه ممتاز، والتصوير يظلم وراقي مره. هذا وش نوع لينن؟ لينن اي ممتاز جدا. هذا كم المتر للقماش؟ 35 ريال. عشر ألوان موجودة. هذا سعر القماش 35. أبغى سعر التفصيل. التفصيل 250. المتر 250. إيه النوع هذا يعني فخم مرة، عرفت؟ فأتوقع إنه برا بيكون فرق في السعر مرة للتفصيل. يعني ما شاء الله جدا جميل. طبعا هذا أقمشة لينن ها؟ إيه أقمشة. هذا آخر شيء نزل؟ إيه آخر شيء نزل. هذا متر 35؟ أيوه أرضين. أرضين إيه. متر كم؟ يا مدير؟ نعم. متر كم؟ 35؟ 35. جميل. هذه درجات الألوان. طبعًا اللي بي شيء فخم وممتاز جدًا أنصحه في الشيء هذا. ومعروف. لا للون هذا بشوفها. عليش؟ أنا ناسبني للأمانة. هذا هو ها؟ يا سلام. الديكور اللي فوق ايش هذا؟ هذا صندوق خشب. خشب؟ خشب، صندوق خشب لبس قماش. جميل جدا. لنا اللي يشوفون. وين ال هذا شكلها شيفون ها؟ كله شيفون. يا سلام. كم المتر الشيفون؟ 65 ريال. 65. جميل. شركة قطني. واضح. صورت الآن مختص في تفصيل الستائر عنده المديرات جدا ممتازة. أيضا على امتداد الشارع كلها محلات مختصة في تفصيل الستائر من أولها إلى آخرها. فقط اكتب شارع الظهيرة لتفصيل الستائر بيوصلك هنا مباشرة وفي أمان الله.